واحدة من الحدقات واحدة من المتميزات بكل أطباق وبكل شهيوات للنادية من رباط. صباح الخير. صباح الخير. أش خبارك؟ الحمد لله. أش خبارك بخير؟ هذه شي تقدية ديال السوق، هذه كنسمع المطر وهذه شي قفيفة. هذه شي قفيفة الشريعة. هذه 11 ونص واش عاد غتوجدي الغداء نادية ولا شنو؟ ولا أنا كنعرفك حادقة. مرحبا بلالة نادية. بارك الله فيك. شكرا لك. اليوم غتعطينا واحد الوجبة كاملة مكمولة، فيها الطبق الرئيسي وفيها المقدمة اللي هي شلاضة وفيها ديسير اللي هو واحد الكلاص عجيب، وغتحفينا بواحد العصير اللي غادي يكون متميز. كل هذا الشيء من يديك لالة نادية من الرباط، وتحية لكل الرباطيين بهذا المناسبة. بارك الله. العيد الكبير قرب، ايوا خصنا نبرمجو، خصنا نحطو البلانات لديك السقيطة. هادو ملوجة، نوجدوا ليها هادو ملوجة بالفواكه الجافة. اي اختي، هذه وجبة من وجبة يعني تتحطها في عيد كبير، او سواء جا عندك شي دايس يعني شي حاجة مميزة، ولا نحطوها لوليداتنا ونفرحوا براسنا. علاش لا ياك. نعم. في المقادير عندنا كيلو ديال اللحم ديال الملج، كيلو لحم ملج، كيلو من البصله الصغيره، صغيوره كاع، صغيوره البيضه شحال كيلو؟ كيلو. عندنا كاس ديال الزيت، زيتون مع الزيت العادي، كاس مخلط زيت مائي، معلقه كبيره من الخرقوم العود، معلقه كبيره من مدقوق، لا مدقوق طبيعي، الخرقوم البلدي، مع البزار، البزار تا هو معلقه كبيره، معلقه غير صغيره، بزار مع مجهد والله يعني معلقه صغيره يبزار. بلس سكين جبير، سكين جبير، عود ديال القرفه، عود قرفه، حبه وحده حتى لجوج ديال القعقله، حبه حتى لجوج قعقله، كل عندنا واحد شويه ديال بسيبيسه، بسيبيسه، الملح طبيعه الحال، الملح، وطوبه ديال السكر، شحال طوبه ديال السكر؟ طوبه سكر باش تجي ديك المريقه معلكه يعطيك الرضا. هادو المقادير ديالنا، هادو المقادير ديالنا، وطبيعه الحال قبيطه صغيره ديال الربيع، يا قزبر مع معدنوس، ايه صغيره، ايه ربيع، ايه هادشي اللي عندنا، نعود معاك المقادير انا ديال الله يرضي عليك، ياك غدوزي الطريقه من بعد ياك. اذا نعود المقادير، هذا كيلو من اللحم ديال الملج، واخا عاودي بصوتك انت، يلا انا وياك بجوج، يلا. كيلو صغير ديال البصله الصغيره، كاس مخلط من زيت الزيتون والزيت العادي، معلقه كبيره من الخرقوم العود، ومعلقه صغيره من الابزار، سكنجبير، قرفه عود، وحده ديال القاقله حتى لزوج، بسيبيسه، الملح، وطوبه ديال السكر، وقبطه صغيره ديال الربيع، الطريقه. يلا الطريقه الوغ تناخذوا واحد جبانيه ولا بانيو صغير، تنديروا فيه كاس ديال الماء، كاس ديال الماء، وتنديروا فيه هاد العطريه ديالنا، ونزيدوا جميع التوابل، جميع التوابل، وتتنزلي فيها هاد اللحم، تتخلي واحد نص ساعه، المهم الا ما تقشري ديك البصيله وتتقادي هذا تيشرب ديك العطريه، عاد تديريه في الطواب بالاقامه ديالو بديك الميه ديالو بكل شيء. ملي كتقولي طاوة واش هي الجميلة، كوكوت، طنجرة، كل واحد اللي متوفر عنده في الدار، يعني بغا يدير الكوكوت يديرها، بغا غير طنجرة عادية، يعني على حسب كل شخص. المهم تنزلو هاد الخليط كامل، عاد تنكبو فوق منه داك الكاس ديال الزيت مخلط، وتديري ديك الربيطة ديال الربيع، والطوبة ديال السكر. الربيطة الربيع تبقى مربوطة، ما نطلقوهاش، لا ما تنزلش، لا تبقى مجموعه، واخا وتتنسي هذيك الطوبه ديال السكر، والسكر صافي تتشعلي، المهم البوطه ديالنا، المهم تتقلي ديك الحيمه، من بعد من تتقلى لك مزيان تتنزلي ديك البصيله،
وتتنزلي على جوج كيسان ديال الماء. دير الماء غير قليل باش تجي المرقه عاقده. البصله تبقى على قدها حتى هي. على قدها صغيره هي اصلا تترخي الماء ديالها. اييه على قدها اييه. المهم تتخلي على مهل. ونمرق. اييه تمرقي وهذا حتى ونسد. تنزل. من تيتنزل تتاخذي كاسرونه واحدة أخرى. في كاسرونه. تنديروا فيها مشماش مقطع طريفات. شحال تقريبا؟ يعني حسب ديك مونفلاش رابعه ليسة صغيره حيت من تيتقطع تيولي بزاف. معاه الاناناس سواء كذلك مقطع. المصبار. نعم المصبار اللي كناخذوه في الحق. الحاسف الجاف. واش الفروي ماشي. فروي يعني يعني الفاكهه ولا اللي كيتباع في لا اللي تيتباع اللي تيتباع في السوق. يعطيك الرضا لك الناشف اذا الاناناس الجاف. اليابس. شحال تقريبا؟ هذاك تاخذي ثلاثه ديال الدوارات حتى الاربعه. اها تتقطعيهم حتى هما طريفات مع المشمش. اييه تديريهم في واحد الكاسرونه تديري فيهم جوج كيسان ديال الماء. اذا في كاسرونه غنزيدو جوج كيسان ماء ديال الماء وتديري معاهم زلافه صغيره ديال الزبيب. زبيب احمر صغيره. زبيب احمر. اييه وهذيك الكاسرونه تديري داك المويه تديري معها عويدات ديال القرفه. عواد قرفه. اذا هذوك العواد اللي عطيتينا في التوابل ديال القرفه. نعم. هما اللي غادي نديرهم في الكاسرونه. غادي نديرهم في الكاسرونه. اذا ما يمشيوش لينا مع اللحم. ما يمشيوش لينا مع اللحم. لا غادي نديرهم مع الزبيب والمشماش والاناناس. واخا اذا نزيدوا العواد ديال القرفه. اييه اييه وتديري في ديك الكاسرونه معاهم الماء وتزيدي عليهم نص كاس ديال الماء زهر. نص كاس ماء زهر ديال الماء زهر وشويه ديال سكينجبير وشويه ديال السكر. سكينجبير سكر والسكر تتخليهم يغلاو مزيان حتى من تيغلاو مزيان حتى تيقرب ينشف داك تيقربوا ينشفوا. من تيقربوا ينشفوا تتزيدي عليهم معلقه كبيره ديال الزبده. معلقه كبيره ديال الزبده. كبيره الزبده. تتزيدي عليهم زليفه ديال القرقاع مهرمش زائد زلافه صغيره ديال القرقاع مهرمش. قرقاع وديال اللوز. اللوز اللوز مقلي يعني باش نفادوا القرينه وداك الشيء تيجي داك الشيء ميدم بزاف. الوغ تديري اللوز مقلي حتى هو زلافه صغيره. زلافه صغيره عايز زليفه صغيره. هادشي كله على هذا الخليط اللي عملنا فيه الزبيب والقرفه وماء الزهر والمشماش والاناناس. تيطيب المشماش والاناناس وينشف من الماء ديالو يعني تيبقى تتبقى غير واحد الجغيمه بالماء فيه. اييه ونزيدوا عليه اللوز مقلي والقرقاع. اييه وتزيدي عليه الزبده من غير المعلقه الكبيره اللي عطيتينا. تزيدي معلقه كبيره ديال الزبده عاوتاني ثانيه. اذا ثاني ثاني معلقه كبيره زبده. ثلاثه المعالق ديال السكر كلاصي. ثلاثه المعالق سكر كلاصي. كلاصي تتبقاي تحركي حتى تيتعسل داك السكر مع ديك الزبيده تيعطيو تيتعلقوا. تيتعلقوا. من تيتعلقوا تيطيب لينا داك اللحم ديالنا تنزلوه في الطبق. تنزلوا عليه هذا الخليط اللي صوبنا ديال الزبيب والمشماش من الفوق. من الفوق. وتنزينوه بشويه ديال القرقاع صحيح. اييه اييه ولا شي ولا شي تميرات معمرين. بجنجل مطحون يعني حسب الذوق كل واحد يزين باش اللي يعجبو. ولكن روعة. ولكن يجي بالقرقاع منزل مع داك الشيء معسل تيجي رائع تيجي زين. المذاق تيجي زين. وديك البصيله كتبقى تاهي على قدها كتزين بها. تبقى على قدها وتاز معها حيت درنا ديك طوبه السكر تاهي بحال تتكرمل. تمشي مع يعني مع العسل ومع التعلاك ديال الخليط اللي عندنا. تجي معسله معاهم. تبارك الله عليك. بارك الله.